حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا محمد فراس. محمد، مساء الخير. بداية، هل من تفاصيل حول الاجتماع المغلق الذي عقده الحلبوسي مع رؤساء الكتل النيابية؟ نعم، أوصد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الأبواب داخل الاجتماع ليكون سريا مغلقا بعيدا عن الإعلام. أثناء انعقاد الاجتماع وبعد انتهاء الاجتماع تمكنا من الحصول على بعض المعلومات التي تفيد بأن الاجتماع انتهى بالتطرق على الاستحقاقات الدستورية ولم ينتهي بالاتفاق على موضوعات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وأكد مجموعة من النواب أن هذا الموضوع مرهون باتفاق رؤساء الأحزاب السياسية لأنهم هم سيحسمون هذين الملفين المهمين. أما ما تطرق إليه رؤساء الكتل السياسية ورئيس مجلس النواب وشهوان عبد الله النائب الثاني في كيفية إشغال منصب أو من سيشغل المنصب للنائب الأول لرئيس مجلس النواب بعدما عهده مجلس النواب بأن يكون للكتلة الصدرية بعد انسحاب الكتلة الصدرية من سيكون النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وإلى الآن لم يتم طرح الأسماء، فقط الاتفاق على هذا المنصب وأيضا الاتفاق على تمرير عدد من القوانين المهمة التي هي أساسا في إدراج مجلس النواب مركونة متروكة لم تمرر في الدورات السابقة وهي مهمة جدا تهم حياة المواطن العراقي. أيضا سنستطيع الوصول إلى ماهية هذه القوانين وأسماء أو أسمائها ومتى سيتم تمريرها، وبالتأكيد سيتم مناقشتها في الموعد الذي حدده رئاسة مجلس النواب، ليس بالتفصيل ولكن حدد بأن تكون الجلسة الأولى للفصل التشريعي الثاني في الأسبوع المقبل ليستأنف مجلس النواب عمله بشكل طبيعي. الجلسة بحسب ما وصل إلينا من معلومات بأن هنالك احتمالية كبيرة بأن تكون الجلسة الأولى جلسة لتمرير القوانين ولمناقشة القوانين في حال لم يتفق رؤساء الأحزاب السياسية على موضوع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وأيضا تم التطرق على توزيع أعضاء مجلس النواب الجدد الشاغلين لمناصبهم بعد استقالة الكتلة الصدرية وتوزيعهم على اللجان النيابية بحسب اختصاصاتهم ورغبة النواب. انتهى الاجتماع بعد الساعة الثانية ظهرا وبدأ بعد الساعة 11:30 صباحا، استغرق قرابة الساعتين. طيب، طالما يعني هذا الاجتماع لم يتوصل لحلول لنقاط منها منصبي رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء، هل من المتوقع أن يعقد اجتماع آخر بين الحلبوسي ورؤساء الكتل السياسية، أم أن يعني لم يصدر شيء بهذا الشأن؟ رؤساء الكتل السياسية رموا هذا الموضوع إلى رؤساء الأحزاب خارج البرلمان في تحديد مصير يعني الملفان المهمان في الفترة المقبلة. بالتأكيد ستكون هنالك لربما اجتماعات مع رؤساء الكتل السياسية في حال توصلت رؤساء الأحزاب إلى اتفاقات محددة بخصوص رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وأيضا لربما سيجتمع محمد الحلبوسي مع رؤساء الأحزاب خارج البرلمان أو داخله لمناقشة هذا الموضوع. طيب، كل الاحتمالات واردة بما أن هذا الاجتماع لم يتم التوصل فيه إلى حلول جذرية لهذا الموضوع، فبالتالي ستكون نعم هنالك اجتماعات مقبلة أو مرتقبة خصوصا في الأسبوع المقبل. نحن في بدايته وهنالك 4 أيام من عمر هذا الأسبوع، لربما سيشهد اجتماعات أيضا في الأيام المقبلة. كان من المؤمل أن تعقد جلسة في ضمن هذا الأسبوع لكن بسبب عدم التوصل إلى اتفاقات أجلت إلى الأسبوع المقبل. نعم، محمد فراس مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.